وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة، حيث شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار، حيث نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التالية. تواصل أجهزة وزارة الداخلية تصديها للجرائم التي تضر بالبيئة والثروة الحيوانية والزراعية والداجنة، وكذا ما يضر بصحة الإنسان. في هذا الإطار كثفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من حملاتها، وتمكنت وبنطاق محافظة المنوفية من ضبط مصنع أعلاف حيوانية بدون ترخيص بداخل خط إنتاج لتصنيع المواد الخام من مخلفات الدواجن وخمسون طن مواد خام من بروتين الأعلاف، وتمكنت من ضبط شركة بدون ترخيص للصناعات الغذائية بمضبوطات 5 أطنان ذرة صفراء وأكثر من 2 طن مكسبات طعم ومواد غذائية، كما تم ضبط شركة بدون ترخيص للمواد الغذائية بداخلها قرابة 46,000 عبوة مواد غذائية بالمنوفية. ونجحت في ضبط 98 طن مواد خام للغراء بمصنع بدون ترخيص للغراء، وتمكنت الإدارة من ضبط 4 محلات ومخزن للأسمدة الزراعية وتجارة الأعلاف بدون ترخيص بمضبوطات أكثر من 3 أطنان أعلاف حيوانية وقرابة 18 طن ونحو 2500 عبوة أسمدة زراعية بدون ترخيص، كما نجحت في ضبط مخزن بدون ترخيص للمواد الغذائية بداخله أكثر من 4 أطنان مخللات وملح طعام بنطاق محافظة المنوفية. وبنطاق مديريتي أمن القليوبية والمنوفية كثفت الإدارة من حملاتها، وتمكنت من ضبط 4 مصانع و3 محلات وشركة ومخزنين للأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمضبوطات 79 طن ونصف أعلاف بدون ترخيص، كما نجحت في ضبط قرابة 11 طن و5,000 عبوة مواد غذائية داخل مخزن ومؤسسة بدون ترخيص لتجارة المواد الغذائية بالمنوفية. وأسفرت جهود الإدارة في مجال التصدي للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية عن ضبط 524 قضية تعدي بنطاق مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية وقنا والشرقية والأقصر. وبنطاق مديريتي أمن بني سويف والقليوبية تمكنت الإدارة وفي مجال الثروة الزراعية من ضبط 4 قضايا بمضبوطات 18 طن أعلاف و41 طن وأكثر من 9,000 عبوة أسمدة ومبيدات زراعية بدون ترخيص. وفي مجال حماية البيئة تم ضبط 3 قضايا بمضبوطات بلغت 62 طن مواد غذائية بدون ترخيص بنطاق مديريتي أمن بني سويف والقليوبية. وبنطاق محافظة بني سويف تمكنت من ضبط 6 قضايا متنوعة في مجال حماية الثروة السمكية. وتتواصل جهود الإدارة للتصدي لكافة المخالفات التي تقع بنطاق اختصاصها.